كثير من المستهلكين لما يلغي طلباته من المتاجر يتساءل إنه ليش الفلوس ما رجعت لحسابي البنكي أو تأخرت. في نوعين من التأخير، وبناء عليهم تقدر تقدم الشكوى المناسبة: تأخير من المتجر وتأخير من البنك. طيب، إذا المتجر تأخر عليك برفع طلب الإلغاء، تقدر تقدم بلاغ تجاري لـ1900، يعني هذا النوع من الاختصاص يكون للتجارة. وإذا التأخير من البنك، لازم تعرف نقطتين: إنه إذا أنت دافع ببطاقة زي مدى، الفلوس مفروض إنها ترجع لك مباشرة إذا المتجر رفع طلب الإلغاء للبنك. أما إذا كنت دافع بفيزا أو ماستر كارد، ترجع فلوسك خلال 14 يوم عمل من رفع المتجر للطلب للبنك. فهنا شكوى تكون مباشرة للبنك، لأنه المتجر أخلى مسؤوليته وقدم ورفع طلب إلغائك وحوله للبنك مباشرة. فإذا ما تجاوب معاك البنك ولا رجعت لك فلوسك، تقدم الشكوى مباشرة لمؤسسة النقد وهم يتعاملون مع الشكوى.